لو واحدة مش حاسة بالأمان في حياتها، فاقدة الأمان في حياتها، تفضل بقى يعني حاسة إحساس الخوف ده لدرجة إنه في وقت من الأوقات ممكن تقع، ممكن تنهار، بسبب إنه يعني ما كانش عندها أي سبب طبي، ما كانش عندها أي حاجة تانية، بس هي من جواها دايما حاسة بالخوف، دايما حاسة بعدم الأمان. ده ممكن يأثر على درجة إنها يعني تنهار. طبعا يعني هم اخترعوا علم الميتا هيلث ده لان هم لقوا ان يعني الدكتور اللي اخترعه ابنه اتوفى، اتقتل قدامه في 1970، فهو ومراته اتصابوا بكانسر في الاعضاء التناسليه. فبدا الدكتور ده ورا الابحاث ورا الناس لقى ان المشاعر هي اكتر حاجه بتاثر على الجسم. ليه؟ لان بس على حسب انت استقبالك للمشاعر دي ايه. يعني انا وانتي دلوقتي في الشغل وادونا بروجكت، ادونا مشروع معين، خلاص المشروع ده كبير، فانتي قلتي ايه ده، الله ده انا هشتغل فيه، ده هبذل فيه مجهود عشان اترقى ومش عارفه ايه، فانتي خدتيه بفرح وسعاده. انا اخدته بخوف، ايه ده، انا خايفه من المشروع ده، ده هيوقعني، ده ممكن يمشوني من الشغل او كده. هو نفس الموقف انا وانتي تعرضنا له، بس مستقبلاتي الاستقبال، مختلفة عن مستقبلاتك. فبالتالي الكيمياء اللي اتلخبطت في جسمي غير اللي اتعملت في جسمك، فراحت اتحوشت في مناطق في الجسم فبتسبب امراض. يعني احنا لو شفنا كلمه مشاعر بالانجلش هنلاقيها يعني ايموشنز، اي يعني اكزو، جاي حاجه جايه من الخارج، موشن يعني حركه، فانا فكره جات لي من الخارج اتحركت في الجسم وعملت لخبطه في الكيمياء اللي موجوده في الجسم. فالمشاعر مهم جدا طريقه استقبالي ليها، والجسم دايما ربنا سبحانه وتعالى عامله بيقدر يشفي نفسه بنفسه، ربنا خلق الداء والدواء جوانا، بس احنا ما اتعلمناش ان احنا نعالج نفسنا بنفسنا. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا رسائل، الجسم عنده ذكاء انه يبعت لك رساله. ان ذا فورم اوف الم. في شكل الم، على هيئه الم. بالظبط، انا جالي يعني وجع. اتوجعت، اتألمت، بس انا بعمل ايه؟ بروح اخد مسكن واوقف الالم. جالي تاني، بروح اخد مسكن واوقف الالم. وهكذا وهكذا لحد ما الألم ده يتفاقم ويبقى مرض، واجري بقى ساعتها على الدكتور واقول ايه ده، ازاي حصل فجأة؟ لا، هو ما حصلش فجأة، هو الجسم المرض ما هو الا رسالة من جواكي لروحك بتقولك كفاية المشاعر دي، ستوب المشاعر دي. فانا لازم اقف مع نفسي اشوف الألم ده جاي يقول لي رسالة ايه، عايز يقول لي ايه، انا حاسه بايه دلوقتي، او انا تعرضت لايه فسبب لي الالم ده. فلازم اقف مع نفسي واقفه وابتدي اتخلص من المشاعر دي، لان كل جزء في الجسم ليه وظيفه معينه. فانا دلوقتي مثلا المعده بتفرز بروتينات، والبروتينات على شكل انزيمات عشان تهضم وعشان كده. فالجينات اللي موجوده في المعده دي لو انا دخلت لها مشاعر سلبيه هتروح عند المعده، وبدل ما بتعمل بروتينات صحيه بتعمل بروتينات سلبيه مره عن مره عن مره عن مره، فبتتقلب لامراض. نفس الحكايه كل الجسم. طب يعني ايه مره عن مره عن مره عن مره؟ يعني انا هل لازم اتعرض للموقف ده مره واثنين وثلاثه واربعه؟ لا، مال انا ممكن اتعرض للموقف ده من مره واحده بس، خدته عليا قوي وخزنت المشاعر جواي، فبيروح يتخزن في العقل اللاواعي وبيفضل موجود. الفكره دي او الصوره اللي انا خدتها في العقل اللاواعي بتطلقت كانك بتلقطيها بكاميرا، بألوانها، بشكلها، بالناس اللي موجودة، بريحتها، بمشاعرها. حتى لو في وقت الموقف ده كان في ريحة مميزة في المكان، كل لما شمها تاني ترجع لي الصورة من الأول وجديد. زي مثلا لما ريحة معينة في بيت جدتك أو حاجة، لما بتشميها بتفتكري الذكريات دي، برجع قاعدة عندها في الأوضة بتاعت القعيد ونتفرج على التلفزيون والحاجات دي. والصورة والألوان بتحفز ده. فأنا لما أبقى ماشية في مكان زي ما قلتي وأشم الريحة دي بيعمل ريكولينج للعقل اللاواعي للمشاعر دي، فبيبتدي يفرز تاني نفس الهرمونات. لما اشوف مشهد في مسلسل او فيلم برضو بيعمل تاني ريكولينج للصدمه اللي انا تعرضت ليها. لما اسمع واحده صاحبتي بتشتكي لي معرفش من ايه، ودي اصلا كانت مقصره، برضو بتعمل ريكولينج تاني. عشان كده لما بنتفرج على افلام او بنسمع اغاني او بسمع صاحبتي بتشتكي لي لازم افصل عن ده،
الافلام والاغاني اكتر حاجه بتدخل على العقل اللاواعي دايركت، والعقل اللاواعي هو متحكم في 90% مني. انا ممكن اكون حاسه ان انا لا مش متاثره خالص، انا صاحبتي بتحكي لي قصتها ومأساتها ومش عارفه ايه، انا مش متاثره. بس هتاخدي بالك من حاجه، ان في ناس كتير بتعمل الموضوع ده وهي واقفه مثلا تطبخ او حاجه، بيجي لها القصه بتاعت صاحبتها دي، طب هي عملت ايه، طب انا لو مكانها ده انا كنت صح. عملت وانا مش طب انت حطيتي تبدأ نفسك تفتكر مكانها تكرر بقى ردود او تحاول تطلع بالظبط، انت عشتي مشاعرها، برمجتي عقلك اللاواعي على المشكله دي. العقل اللاواعي احنا اللي بنبرمجه وهو مجرد منفذ لكل اللي انا ببرمجه له. فعشان كده مشاعر صاحبتي، قصتها، مأساتها بتاعتها، دوري مش ان انا اتخلى عنها، لا لا طبعا، ان انا اقف في ظهرها. بس انا لو تعاطفت معاها وعيطت معاها وعشت المأساه، انا هبقى صديقه، مش هعرف ابقى صديقه، ده انا هنبقى زي عايشه معاها بعض الدور جايباني عشان الحقها كده، مش بالظبط. هعرف الحقها لكن انا اكيد لازم صح. ابقى واقفه معاها واقول لها ايه الصح، وابقى شايفه انا الصوره من بره وانصحها عشان اعمل ده، وعشان ما اذيش جسمي بفصل نفسي عن قصتها. دايما اقول لنفسي انا بسمع قصتك، بس دي قصتك انتي، دي حكايتك انتي، ده بلائك انتي، دي امتحانك في الحياة، انا ليا قصة تانية وبلاء تاني وامتحان تاني صح بعيد عنك. فكل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قد مقدرته، وبعدين بيهيئك اصلا لكده. يعني انت لو شفتي قضيه فلسطين وشفتي هم بيقاسوا ازاي وازاي واقفين وصامدين، انت سبحان بتقولي الله ازاي، سبحان الله، ازاي ده لحد انا لو النهارده مكانهم كنت اكتر من انهارت من اول 75 يوم لحظه. يمكن اكتر، فعلا محدش قادر يتخيل ازاي. بس سبحان الله، بصي الاطفال هم متربيين على سبحان كده، الله. متربيين على القضيه دي، فهم مهيئين للي هم فيه طبعا، يعني ربنا معاهم قلبا اكيد وقالبا اكيد يعني. اكيد، وده ما بس يعنيش ان ده شيء طبيعي، ان هم حتى لو هم مهيئين هو ده مش شيء طبيعي ان ده طبعا اللي يحصل فيه.